في عام 2012 إن شاء الله عز وجل أن تبذر بذرة هذا العمل الخيري على يد ثلة من الشباب الواعي. وكان فضل الله عظيما إذ انبعثت هذه البذرة وانتشر وفاها أطرها، فانتشر في تركيا وانتشر في سوريا، يثمر أكثر من 10 مراكز شبابية مختلفة وخمس سكنات طلابية وأكثر من 20 فريق طلابي ونادي شبابي، عن جمعية همة وشهادتي فيها مجروحة وعن تجربتها الرائدة في العمل الشبابي. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ عمار السوادي، المهندس عمار السوادي مهندس مهندس حاسب آلي، له خبرة أكثر من 15 عام في المجالات الإدارية والنفسية، عمل في السعودية والسودان وتركيا وشارك في انطلاق جمعية همة، قدم العديد من المحاضرات والورش، ويشرفنا أن يكون معنا اليوم. طب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر الجزيل للأستاذ خولة على هذا التقديم، والشكر الجزيل لكم على تواجدكم معنا، وهذا من فخر لنا أن نكون نقدم هذه التجربة وهذه القصة التي نفخر بها ونسعد ونحمد الله عز وجل أن أكرمنا أننا كنا أحد الأدوات التي ساهمت في تحقيقها. والشكر أيضا لإدارة هذا الملتقى الطيب الدكتور هاني والإخوة في المؤسسات التي نظمت هذا الملتقى على أنه شارك معكم هذه التجربة، فشكرا لكم جميعا. أنا ما بعرف وقت رح يكون 20 كمان تخصموا منا مشان يقولوا الذكور بيأخذوا حق الإناث، فهيك بتصير العكس. 20 دقيقة ولا كم؟ طيب رح أحاول أستعجل في الطرح وأقدم بشكل بسيط ومختصر، وسيكون هذا العرض لأحد نماذج أو أحد التجارب في جمعية همة وليس كقصة المؤسسة كاملة. مثل ما ذكرت الأستاذ خولة، جمعية همة انطلقت في عام 2012. كانت الفكرة باختصار شديد مع بداية الأزمة الإنسانية التي انطلقت في سوريا، أغلب المؤسسات دائما تذهب إلى الحقل الأسهل الذي هو يتعامل مع العاطفة، الاحتياجات الإنسانية والأكل، الطعام، المأوى، الغذاء إلى آخره، لكن في جانب دائما هو أصعب لأنه يتعامل مع العقل، يتعامل مع المنطق، اللي هو احتياجات الإنسان باختصار شديد في بناء الإنسان. هذا المسار كان من البداية الرؤية الواضحة لجمعية همة أنها انطلقت لتركز على بناء الإنسان، فهذا المسار الذي انطلقت منه ابتداء أنه رغم كل الصعوبات، رغم كل التحديات، رغم كل المآسي اللي مر فيها المجتمع السوري، لكن مسار عمل هذه المؤسسة تعمل فقط في بناء الإنسان بعيدا عن الجانب الإغاثي. هذا التخصص والتميز ووضوح الرؤية في ما الذي تريده هذه المؤسسة أن تقدم للمجتمع ساعدنا كثيرا في استمرار هذا المسير، في الاستقرار فيه، وفي أيضا عدم الانحراف وراء كثير من المشاريع والاحتياجات المهمة والضرورية. أذكر في واحدة من المرات كنا نسعى لتغطية تمويل لملتقى من الملتقيات الطلابية التي نعقدها، وكان في عز فترة أزمة النزوح من حلب إذا تذكروا. فوقتها يعني أنا ما أنسى تعبير أحد الإخوة الأكارم من الجهات المتبرعة اللي عمار الناس ما لقي مكان تنام فيه، والناس في حالة النزوح، وانتوا مشغولين تعملوا مخيم وتاخذوا الناس على مكان وتعملوا لهم برامج. قلت له هذا منيح وهذا منيح وهذا مطلوب وهذا مطلوب، وفعلا الاثر الذي احدثوه الطلاب في هذه الملتقيات اضعاف مضاعفه وادوم ويدوم باذن الله في لانفسهم ولمجتمعهم ايضا. احصائيه سريعه في عن ارقام الشباب الذين هم الفئه الرئيسيه التي تعمل معها جمعية همة، وهذه الأرقام فقط عن تركيا وأعرج أيضا على سوريا. الطلاب الجامعيين في الجامعات التركية فقط من الشباب السوري يقترب من 50,000 طالب وطالبة فقط في المرحلة الجامعية. في المراحل الدراسية ما قبل الجامعة يقترب من 800,000 طالب وطالبة. في نسبة الأطفال والنساء في تركيا يقترب أيضا من 71%. الشباب السوري اللي هو من عمر 15 إلى 25، إن شاء الله الكل شباب، بس أنا دائما من الشباب الآن طالب الجامعة بيقول لي اللي عمره 35 و40 عمه، ما فاللي وصل للأربعين واللي بهالحدود فاتنا القطار. يعني الشباب هو من 25 إلى 35 سنة يقترب من 50% من فئة الشباب السوري
الموجود في تركيا، وهذا احتياجاته في الجانب البنائي ضخمة جدا وكثيفة جدا، وربما يتم إهمال بعضها أو عدم التركيز على البعض، لكن أثره خطير أيضا. في الداخل السوري العدد في منطقة الشمال بحدود 4 ملايين، نسبة النساء والأطفال بحدود 78%، نسبة الشباب أيضا أكثر من ذلك. الأرقام هي غالبية المجتمع السوري سواء في الشمال المحرر أو في الداخل هي من هذه الفئة. هذه الشريحة التي نعمل معها هي الشريحة الغالبة في هذا البيئة، لكن العنوان تبعنا واضح اللي هو رسالة المؤسسة بناء جيل أو المساهمة في بناء جيل قادر على القيام بدوره تجاه وطنه. نحن نهيئ ونساهم في بناء هذا الجيل حتى نحمله الرسالة تجاه وطنه، حتى يعتمد على نفسه من خلال هوية واضحة ورؤية واضحة، شباب فاعل يبني الوطن ويحفظ القيم. ما ميز جمعية همة منذ البداية ومنذ بداية عملها الهوية المحافظة فيها واضحة، ولم نكن في يوم من الأيام نحاول أن نخفيها أو نخفف من حضورها. نحن مؤسسة قيمية محافظة تريد أن تبني الشاب السوري المحافظ الذي يتحمل المسؤولية المجتمعية تجاه وطنه وتجاه عائلته وتجاه الكارثة الإنسانية التي وقع فيها. هذه كانت أحد نقاط القوة الرئيسية التي ميزت المؤسسة التخصص ووضوح الهوية المحافظة فيها، لأنه كان هذا ما يحتاجه وهذا الأولوية لدى أي ولي أمر لما بيقول لي أنه نحن بدنا تحط ابني عندكم حتى تحافظوا عليه أو حتى ما يضيع. هذه الرسالة هي التي كانت تحاول جمعية همة أن تحرص عليها وتقدمها. بفضل الله تعالى كما ذكرت الأستاذ خولة في نهاية العام الماضي نحن كان في عنا بحدود 15 فرع في تركيا، 4 فروع في الداخل السوري، فرق طلابية تقترب فرق وأندية طلابية بحدود 20 فريق ونادي للذكور والإناث، بقصص نجاح متميزة وجميلة جدا قام بها هؤلاء الشباب وهؤلاء الطلاب. فلسفة العمل في جمعية همة بسيطة، كل برامج الجمعية قائمة على 3 أعمدة رئيسية، أساسها الآية الكريمة إن خير من استأجرت القوي الأمين. فنريد الأمين الذي يحمل الجانب القيمي والثقافي والأخلاقي، ونريد القوة والمهارة والكفاءة، ونريد أن يستأجر في المجتمع، أن يكون له دور يقوم به في المجتمع. فبرامج الجمعية كلها قائمة على برنامج الأمين وبرنامج القوي وبرنامج النافع، نزرع فيه الجانب القيمي والإيماني، ونزرع فيه الجانب القوة المهارية والكفاءة الإدارية، ثم يكون له أثر في تحقيق المسؤولية المجتمعية في المجتمع عبر نفع المجتمع. البرنامج الذي سأتحدث عنه هنا هو برنامج الرواد الطلابي. برنامج الرواد بصيغته للطلبة الذكور وأيضا للإناث أسميناه ومحياي. فكرته الأساسية عبارة عن مجموعة ملتقيات نوعية تأهيلية ببرنامج ممتد طويل يبني في الفرد الكفاءة والقدرة على أن يحقق الأثر وأن يكون له دور في المجتمع عبر برنامج تراكمي منهجي لمدة زمنية طويلة. البرنامج يبدأ معنا ما قبل الجامعة، ولذلك نحن نشتغل على المراكز الشبابية أو بالمصطلحات سموها المراكز المجتمعية. فكرتها تأهيل ما قبل الجامعة من مراحل المرحلة الثانوية وحتى ما قبل، نساعد الطالب في مسار التأهيل وفي مسار اختيار التخصص الجامعي. عندما يصل إلى المرحلة الجامعية يبدأ هذا البرنامج في الملتقيات الطلابية. طبعاً هذه الملتقيات تعقد للطلاب الذكور وللطلاب الإناث، هدفه الأساسي أن نقدم الطالب القدوة، نموذج الطالب القدوة بفعله بأثره بعطائه بما يقوم به من مسؤولية تجاه المجتمع، من خلال 3 مسارات. برنامج مدته 657 ساعة معرفية وتدريبية وتأهيلية، هاي إجمالي قيم عدد الساعات في 3 مسارات تمشي بنفس الآلية التي ذكرتها خلال 4 سنوات دراسية. يعني هو الطالب يدخل فيه من بداية ما يلتحق بالمرحلة الجامعية حتى يتخرج من المرحلة الجامعية، بأعداد كثيفة من الوسائل التي تساهم في تحقيق هذا البرنامج، سواء المحاضرات، ورش العمل، الدورات، الندوات، البرامج التطوعية التي يكلف بها ويطلب من الطالب أن يقوم بتنفيذها تجاه
مسؤولياته في المجتمع. لماذا تميز هذا البرنامج وما هو الفارق الإضافي؟ ليس عبارة عن ملتقى طلابي عادي، ربما البعض بيقول طيب هو مخيم طلابي أو برنامج طلابي عم تعملوه، شو فرقه عن غيره؟ اللي فرقه عن غيره مجموعة يعني نقاط جوهرية صنعت هذا الفارق. النقطة الأولى حسن الاختيار، المعايير التي يتم على أساسها انتقاء الطلاب للدخول في هذا البرنامج ابتداء فيها صعوبة، وأثناؤه من حيث الاستبعاد، يعني سنويا يتم مراجعة الطلاب الملتحقين في البرنامج ويتم استبعاد البعض الذين لم يلتزموا بالمتطلبات المطلوبة للاستمرار في هذا البرنامج. النقطة الثانية التدرج في التأهيل، جميع المسارات ماشية بشكل متدرج. كمثال يعني إذا قلنا على الموضوع في التخطيط، يبدأ من مرحلة التخطيط الشخصي إلى كتابة جدول للطالب على مستوى الفرد، بعدين لما يبدأ أن يكون جزء من فريق العمل كيف يشارك في وضع خطة لفريق، بعدين كيف يتابع الخطة بشكل متدرج، تمشي مع الطالب بأربع سنوات ولا نقفز معه لمراحل متقدمة مرة واحدة. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة أيضا، التكليفات العملية. البرنامج جزء أساسي منه هو عبارة عن ورش عمل بيعدوا فيها الطلاب، مثل ما ذكرت الأستاذة قبل شوي على موضوع أنه يشارك الطلبة أنفسهم بتحديد بعض احتياجات المجتمع، وهم يقوموا بالقيام بهذه البرامج لخدمة المجتمع، وتكون جزء من التكليف المطلوب منه، بحيث أنه لما يجي للملتقى اللي بعده إذا ما كان قام بتحقيق هذه البرامج فتكون الشيء ربما يفقده إمكانية الالتحاق بالبرنامج الذي يليه. الاهتمام بالجانب الإيماني، وهذه من النقاط اللي نحرص عليها. الفكرة أنه البعد الروحي أو الإيماني أو الدافع الرسالي لدى الفرد إن لم يكن موجوداً فرح يعمل كثير إشكالات أخرى، وبنفس الوقت حجم الأثر الذي يحدثه هذا الدافع للفرد للانطلاق في العمل يعني أضعاف مضاعفة، ويكون له أثر رهيب جداً في الإبداع الطالب وفي حرصه على الاستمرار حتى في هذا العمل. الكادر الإشرافي صاحب الرسالة، بذكر مرة من المرات كان جزء من التكليفات في أحد الملتقيات أنه كل الطلاب، كل مجموعة أو كل فريق تطوعي من الفرق الموجودة داخل الملتقى مطلوب منها مهام في الملتقى، فكان أحد الأساتذة المحاضرين اللي كان موجود من القامات الكبار، فحرص أنه يكون مع الطلاب في هذا الملتقى في المهمة اللي هم يكلفوا بها. بعد ما طلعوا رجعوا الطلاب، أحد الطلبة عم يجي يقول لي أستاذ تعرف أكثر شيء أثر فيه أنه الدكتور فلان كان معنا عم يشارك معنا. وهذا الدافع لدى المشرف لدى المحاضر الذين نحرص كثيرا في انتقائهم أن يكون صاحب رسالة وفعلا يريد أن يقدم من عطائه من داخله للطلبة، هو الذي ما يساهم في أن يحمل الطالب أيضا هذه الرسالة. المتابعة المستمرة قبل وأثناء وبعد، وهذا في حجم متابعة كثيف جدا بالمهام والتكليفات بالأنشطة والأعمال التطوعية المطلوبة من الطلبة، يعني نسبة الأداء كل طالب في البرنامج حتى ينتهي منه يساهم كثيرا في التحقيق. الانضباط والجدية، بمعنى أنه لما يكون في تقصير من الطالب ما عندنا مشكلة أنه نستبعد أحيانا حتى لو كان نصف الدفعة فيها إشكال في الأداء، ما في مشكلة أنه تستبعد كاملة، لكن يشعر كل طالب فعلا أنه لما ما عم يكون حريص على تحقيق المتطلبات هو يقينا عارف أنه نهاية البرنامج راح يتم استبعاده وما ممكن أنه يستمر من السنة التي تليها. النقطة الأخرى أيضا البعد عن التضخيم، واحدة من الشغلات اللي بالأجيال الجديدة موجودة وبحاجة للضبط ومراعاة، نوع من السطحية في الثقافة والفكر الموجود، وأحيانا سوء التقديم يعني يضخم حالة الأنا. واحدة من الملتقيات كانت تذكر الأستاذة خولة هي مسؤولة عنها، جاية طالبة في مرحلة جامعية يقدم في هذا الملتقى قامات فكرية، واحد بيتمنى يجلس يستفيد منهم، فالطالبة جاية عم تقول أنا جاية حتى أشوف شو مستوى هدول المحاضرين. أحيانا سوء البناء لدى الفرد أو عدم تدرج في تقديم المعلومة له يحوله إلى نوع من اللي جاي بحالة أنه ما حد أحسن من حدا، أو نحن رجال وهم رجال، أو غيرها من المنطق اللي لا يحترم لأصحاب العلم ولأصحاب الاختصاص قيمتهم وكفاءتهم. هذا البعد عن التضخيم خلانا البرنامج من أوله لآخر ما في يوم من الأيام استخدمنا كلمة القادة، مع أنه هو في المحتوى وفي شكل الطرح وفي الأثر هم نحن نصنع منهم بإذن الله تعالى قادة، لكن حتى الكلمة هي أو المصطلحات اللي ربما تكون تشكل حساسيات أو ربما تصنع وهما بدون وجود الكفاءة، هي نحرص أنه ما نستخدمها. عدد الملتقيات بفضل الله اللي أنجزت خلال هاي الفترة
منذ تقريبا برنامج الملتقيات ب 2015 كان بدايته الفعلية. على المرحلة الجامعية الذكور عقد 39 ملتقى خلال هذه المسيرة، حضروا أكثر 1224 طالب. الملتقيات المرحلة الجامعية للطالبات 15 ملتقى 792 طالب. الملتقيات للمرحلة ما قبل الجامعية وهي تكون جزء من التأهيل ما قبل الجامعة كانت 19 ملتقى 1370 طالب. ما الأثر الذي تحقق من هذا البرنامج؟ ما هي الثمار التي استفاد منها المجتمع من هؤلاء الكفاءات الطلابية المتميزة من الطلبة والطالبات في هذا البرنامج؟ النقطة الأولى، الحملات الإغاثية التطوعية. واحدة من الرسائل المهمة اللي نزرعها في الطلاب مسؤوليتك تجاه وطنك، انه انت صحيح لاجئ، صحيح انت مهجر موجود في تركيا، لكن ما تنسى اهلك الموجودين في الداخل، وهذا واجب عليك. ومن هذا الباب بيتم سنويا اطلاق حملات تطوعية إغاثية في من هؤلاء الطلبة، بحيث انه ينتشروا في المجتمع لتذكير المجتمع بهذا الواقع. هون الدور لتحميل الهم والمسؤولية. الجمعية ما بتنفذ المشاريع هي بشكل مباشر، نحن بشراكة مع الأخوة في جمعية عطاء يتم تنفيذ المشاريع فيها، يعني هم الجهة المنفذة لهذه المشاريع، لكن هون دور الرسالة. وربما تستغربوا من حجم التفاعل من المجتمع ومن الطلبة أنفسهم في هذه المشاريع، يعني بتبرعات أحيانا بليرة وليرتين ونص ليرة وخمس ليرات، وصلت في واحدة من الحملات لنصف مليون ليرة كتبرعات من الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع، من الناس العاديين، من تبرعات إنه هدول أهلنا، نحن لازم يكون لنا دور في المساهمة معهم من خلال جزء من المسؤولية من هؤلاء الطلبة تجاه أهلهم. الأثر الثاني أو أحد أهم الآثار هذه اللي هو برنامج مشكاة. برنامج مشكاة كان عبارة عن برنامج تقدمه طالبات جامعيات. هذا البرنامج كل طالبة من الطالبات تختار صحابية من الصحابيات لتقدم فيه قصة هذه الصحابية كأحد النماذج القدوات اللي ممكن تقتدي بها الطالبات ويكون نموذج أمامهم. فإعدادا وتصويرا وإخراجا وإنتاجا كان من خلال هؤلاء الطالبات المتميزات. صدرت منه النسخة الأولى رمضان قبل الماضي 30 حلقة، ثم رمضان الماضي هذا كانت النسخة الثانية منه ب30 حلقة أخرى من الطالبات الجامعيات، وكان له أثر كتير جميل. ويكفي الأثر الذي ربما البعض يدركه أو لا، أنه طالبة بكامل سمتها وهيئتها والتزامها وتقبل أنه تطلع قدام الكاميرا وتحكي ويكون عندها القدرة على الخطابة والأداء والوقوف أمام الكاميرا في الحديث بهذا الشكل. بفضل الله تعالى صار عدد من القنوات التلفزيونية، عدد من الجامعات، عدد من الجهات طلبوا هذا البرنامج ليستفيدوا منه في مجالهم، وتم نشر الحلقات هذه كاملة. المسار الثالث، مسابقة كأس أثر، وهي عبارة عن مسابقة كانت للتنافس بين الفرق التطوعية الطلابية في الجامعات، وكان الطلاب المشاركين من طلاب الملتقيات الطلابية أحد المتنافسين فيه، بحيث أنه يكون في تنافس من خلال مشاريع تطوعية لخدمة المجتمع. شارك فيه السنة الماضية أكثر من 40 فريق تطوعي طلابي من طلبة الجامعات، وكان في نماذج وقصص متميزة من المشاريع التطوعية التي أبدعوا فيها الطلاب. وكان فعلا المبادرات التي أطلقها الطلاب في هذا البرنامج من خريجي البرنامج الرواد من أميز المشاريع التي قدمت. قصص النجاح التي تحققت، وبشكل سريع الطلبة اللي بعد ما خلصوا البرنامج وتخرجوا من جامعاتهم، وكان أثر البرنامج هذا عليهم في التأهيل والتدريب كبيرا من حيث إطلاق المشاريع التجارية. أحد الطلبة أصبح بعد ما تخرج عنده شركة تصميم خاصة فيه. الطالب الثاني أثناء فترة دراسته كان رئيس اتحاد الطلبة. الطالب الثالث كان صاحب مبادرة متميزة وتم توظيفه في عدة جهات في هذا المجال التطوعي. وقصص كثيرة من هذه النماذج التي يعني ربما الوقت لا يتسع لذكرها، لكن هذا الأثر الذي لمسناه من هؤلاء الطلاب المتميزين كان أحد الثمار التي تحققت عبر هذا البرنامج. النقطة الأخيرة في الأثر، التوظيف. وكان هذا الأثر يتحقق من خلال حجم التأهيل الذي تعرض له هؤلاء الطلاب. لما عم نحكي عن قريب 700 ساعة من البرامج المتتالية في 4 ملتقيات خلال السنة ببرنامج مكثف بمتابعات إلى آخره، عم يجي يطلع الطالب بحجم
مهارة وخبرة إدارية وخبرة مهارية ورسالة يحملها فعلا يكون متميز حتى عن أقرانه. واحدة من نماذج القصص ونضربها مثالا أنه كان في إحدى الطالبات تخرجت من البرنامج والتحقت بوظيفة، فكان معها في الوظيفة هي وزميلة أخرى لها تنتين خريجات جامعيات، فلما قاعدين في الاجتماع في الجهة اللي عم يشتغلوا فيها أول ما بلشوا الاجتماع فالمسؤول أنه بدنا نبدأ، المدير عم يقول أنه بدنا نبلش اللقاء، فهي الطالبة اللي كانت خريجة من البرنامج قالت ما في محضر، لا، فزميلتها الثانية الخريجة قالت للمحضر عند الشرطة، فهمها لمصطلح المحضر ما في شيء اسمه محضر اجتماع ما مر عليها وهي طالبة جامعية، بينما الطالب الذي تأهلت على البرنامج أصبح من الأبجديات بالنسبة لها أنه ما ممكن يكون في اجتماع ما يكون في محضر للقاء ويكون جزء يعني هي من خلص الشغلة متفق عليها ومفروغ منها. طيب، فهذا الأثر تحقق من هذا الحجم من التأهيل العملي وليس مجرد التأهيل النظري في هذا البرنامج. عدد من الطلبة الخريجين بفضل الله تعالى أصبحوا من الطلاب المتميزين في رؤساء أقسام في عدة مؤسسات، في كوادر فاعلة في مؤسسات أخرى، بأصحاب مشاريع ومبادرات خاصة بهم، بقصص نجاح حقيقية يعني يعتزوا بها ونعتز أننا كنا شركاء لهم في تحقيقها. أي طيب، تقريبا هذا باختصار شديد. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم.